عليكم السلام. خويا الناس اللي بغاو يمشيو للجبل خويا خصك تسول. حنايا صحافه هنايا كندير واحد البورطاج فهمت، خصك تسول البوليس. مشاهدي متشبيق على تشوف تيفي، مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء، بالضبط من أمام المعرض الدولي اللي رجعت له الخيمة ديال تلقي لقاح ديال وباء كورونا كوفيد 19. وماشي غير تلقي اللقاح، ماشي غير الخيمة ديال تلقي اللقاح، بل غرف ديال العزل اللي كاينين في جنبات ديال هذه الخيمة، واللي كيأكد بأن كورونا رجعات مرة أخرى، وبأننا خاصنا نتوخاو الحذر ونتخذوا الإجراءات الاحترازية اللي كنا كناخدوها قبل سنة أو سنتين من الآن. الله ينجينا ونجيكم من كورونا، نتمناوها ما ترجعش. لقيتيهم أخويا؟ لقيتيهم؟ قالك دور مني؟ سير الله يسهل عليك. اذا نتمنوا بان كورونا ما ترجعش بالحده وبالقوه اللي كانت، وما تاخذش عاوتاني اعز الناس، لان خدات اباء، خدات امهات، خدات اباء الامهات. نتمنوا ما تاخذش عاوتاني الناس اللي عزاز ديال العائلات، نتمنى وما تاخذش فلذات الكبد ديالنا. نتمنى بان تكون الحده ديال كورونا هاد المره اقل ضرر من كورونا السابقه اللي عرفناها في سنوات 2020 و2021. اذا الخيمه رجعت، الغرف ديال العزل رجعوا، ولكن نتمنى بان الحده والقوه باش كانت كورونا في السنوات الاولى ديالها ما ترجعش. مره اخرى غادي نقولوا بهذه المناسبه كنترحموا على الناس اللي توفوا جراء هذا الوباء. على ذكر الله اكبر، انا لله وانا اليه راجعون. الصلاة خير من النار.
أصبح ولله الحمد أصبح ولله الحمد أصبح والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويحيي ولا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كان هذا أذان صلاة الفجر استمعنا له مباشرة على قناة الشعب قناة شوف تي في من مسجد الحسن الثاني بمدينة الطابين غادي نرجعوا للخيمة اللي تنصبات هنا بالمعهد الدولي اللي خاصة بتلقي لقاح كوفيد 19 كورونا والغرف المجاورة ديال العزل الله ينجينا ونجيكم الله ينجي بلادنا من هاد الآفة شكرا للمشاهدين الكرام على طيب المتابعة دمتم في رعاية الله والسلام عليكم